القومي للمرأة نعيان مجدة أبوه فقدنا رمزا من رموز الإعلام المصرية. وداعا الخواجاية وفاة الإعلامية مجدة أبوه. وفاة الإعلامية الكبيرة مجدة أبو هيف أشهر مذيعات الربط بماس بيرو. وفاة الإعلامية مجدة أبو هيف أشهر مذيعات الثمانينيات. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب الإعلامية مجدة أبو هيف ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا في معرفة عدد المتعاطفين مع الإعلامية الراحلة. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وداع الخواجاية وفاة الإعلامية مجدة أبو هيف. توفيت الإعلامية مجدة أبو هيف مذيعة الربط في التلفزيون المصري الثلاثاء، وقدمت أبو هيف العديد من البرامج الناجحة، منها على سبيل المثال برنامجها الشهير العقل، وكانت تلقب بالخواجاية بين أصدقائها لأن والدتها إيطالية وتجيد عدة لغات. مهنتها كانت مذيعة الربط في السبعينيات والثمانينيات، ووظيفتها الربط بين فقرات البرامج على التلفزيون وتقديم مواعيد ما يعرض على الشاشة. وفاة الإعلامية مجدة أبو هيف أشهر مذيعات الثمانينيات. توفيت الإعلامية مجدة أبو هيف المذيعة بالتلفزيون المصرية، والتي اشتهرت كمذيعة ربط ومقدمة البرنامج الشهير العقل يكسب. وأعلنت داليا حسن مذيعة بالفضائية المصرية خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قالت خلاله وفاة أستاذتي العظيمة الإعلامية القديرة مجدة أبو هيف. وكانت المذيعة مجدة أبو هيف قد قالت خلال استضافتها مؤخرا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس أن مذيعة الربط هي مذيعة مسؤولة عن الشاشة في فترات معينة، ويفضل أن تمتلك عدة لغات. وأضافت قائلة: اغتيال أنور السادات كان أصعب لحظات حياتي الإعلامية، مشيرة إلى أنها تحولت إلى مقدمة برامج من خلال برنامجها الشهير العقل يكسب. وأوضحت أن البعض لقبها بالخواجاية بسبب والدتها الإيطالية، إضافة إلى أنها كانت تجيد عدة لغات. وفاة الإعلامية مجدة أبو هيف أشهر مذيعة ربط بالتلفزيون المصرية. توفيت الإعلامية مجدة أبو هيف أشهر مذيعة ربط بالتلفزيون المصرية بعد وعكة صحية ألمت بها مؤخرا. وتعتبر أبو هيف من أشهر مذيعات التلفزيون المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وكان آخر ظهور لها في حلقة بعنوان مسبير زمان من برنامج صاحبة السعادة عام 2015. وقالت المذيعة مجدة أبو هيف، والتي اشتهرت كمذيعة ربط خلال اللقاء، أن مذيعة الربط هي مذيعة مسؤولة عن الشاشة في فترات معينة، ويفضل أن تمتلك عدة لغات. وأضافت أن اغتيال أنور السادات كان أصعب لحظات حياتي الإعلامية، لأنه كان عندي شفت وقتها، مشيرة إلى أنها تحولت إلى مقدمة برامج من خلال برنامجها الشهير العقل يكسب. وأوضحت أن البعض لقبها بالخواجاية بسبب والدتها الإيطالية، بالإضافة إلى إجادتها عدة لغات. ونعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة الإعلامية مجدة أبو هيف مذيعة الربط بالتلفزيون المصرية، والذي وافتها المنية اليوم. وقال سعدة إن الزميلة مجدة أبو هيف من الجيل الأول للتلفزيون المصرية، وكانت تحظى باحترام وتقدير من الجميع. وأعلنت الإعلامية مها موسى وفاة الإعلامية مجدة أبو هيف، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك: مجدة أبو هيف في ذمة الله، ربنا يرحمها ويسكنها الجنة يا رب، خبر محزن جدا. وظهرت الإعلامية مجدة أبو هيف مع الإعلامية إسعاد يونس، وحكت عن أصعب لحظاتها وسبب تلقيبها بالخواجاية. القومي للمرأة ناعيا مجدة أبو هيف فقدنا رمزا من رموز الإعلام المصرية. نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الإعلامية القديرة مجدة أبو هيف، والتي وافتها المنية. وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ حزنها لوفاة الإعلامية الكبيرة مجدة أبو هيف، مؤكدة أنها كانت إعلامية من طراز خاص، وقالت: فقدنا بوفاتها رمزا من رموز الإعلام المصرية، ويتقدم المجلس
المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفيت الثلاثاء الإعلامية ماجدة أبو هيف المذيعة بالتلفزيون المصري، والتي اشتهرت كمذيعة ربط ومقدمة للبرنامج الشهير العقل يكسب. وأعلنت داليا حسن مذيعة بالفضائية المصرية خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: وفاة أستاذتي العظيمة الإعلامية القديرة ماجدة أبو هيف. وقالت أبو هيف خلال استضافتها مؤخرا في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس: إن مذيعة الربط هي مذيعة مسؤولة عن الشاشة في فترات معينة، ويفضل أن تمتلك عدة لغات. وأضافت قائلة: اغتيال أنور السادات كان أصعب لحظة في حياة الإعلامية، مشيرة إلى أنها تحولت إلى مقدمة برامج من خلال برنامجها الشهير العقل يكسب. وأوضحت أن البعض لقبها بالخواجاية وأوبرا عايدة بسبب والدتها الإيطالية، بالإضافة إلى إجادتها عدة لغات أخرى. يسرى في اعتراف خطير: عشرت عادل إمام وكان نفسي أتجوزه. فتحت الفنانة الكبيرة يسرى النار على الشيخ أبو إسلام صاحب قناة الأمة بسبب تصريحاته حول معاشرتها للفنان عادل إمام لأكثر من 100 مرة، قائلة له: أنا حرة فيما أفعل، وأنت ما شأنك وبماذا يخصك؟ وأضافت في حديثها في استديو سيدتي نت: أنا حججت بيت الله وأنا الآن خالية من الذنوب، لأني عدت كما ولدتني أمي منزهة عن كل أخطاء السابقة، إذا كنت في الأساس قد ارتكبت أخطاء، أما أنت فانتظر حساب الله لك، فالله سبحانه وتعالى قال: إن واقعة الزنا تستلزم وجود 4 شهود، فكيف تتجرأ وتقول هذا الكلام الذي أنا في غنى عن التعليق عنه؟ ووجهت يسرى رسالة إلى الصحفيين قائلة: لماذا تشاهدون مثل هذه القنوات؟ والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سبب وفاة الإعلامية الراحلة هو فيروس كورونا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.